السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم محاضرات استشعار عن بعد المتقدم. محاضرة اليوم ستكون عن جهاز الراديوميتر وأنواعه. جهاز الراديوميتر هو جهاز استشعاري يستخدم في الاستشعار عن بعد، يعتمد على حساب نسبة انعكاس الضوء عن المظاهر الأرضية نسبة إلى الطاقة الكلية الساقطة من الشمس في مجال الضوء المرئي وتحت الأحمر القريب مثلا. من المعروف بأن الغلاف الجوي يقوم بدور الفلتر أو المرشح للأشعة، وخاصة الضارة منها كالأشعة فوق البنفسجية، وإن مقدار الأشعة الساقط من الشمس لا يصل منه سوى جزء صغير إلى سطح الأرض، حيث يرتد جزء عن سطح الأرض بواسطة جزيئات الغلاف الجوي، وجزء آخر يتم امتصاصه بواسطة بخار الماء أو ثاني أكسيد الكربون، وجزء ثالث بواسطة الغيوم. تختلف تسمية هذا الجهاز باختلاف مصدر الطاقة المستخدم، فإن كان المصدر صناعيا فيدعى سبكتروميتر، ويستخدم هذا الجهاز داخل المختبر فقط، حيث يستخدم أنواع خاصة من المصابيح ذات استطاعات وقدرات معروفة وثابتة لتزويد الأجسام المدروسة بالطاقة اللازمة، ومن ثم قياس الأشعة المنعكسة من هذه الأجسام. أما الأجهزة التي تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة فتسمى الراديوميتر أو الراديوميترات. هذه الأجهزة لا تستخدم إلا ميدانيا في الحقول. هناك نوع ثالث من الأجهزة التي يمكن بها استخدام الطاقة الشمسية أو الطاقة الصناعية معا في نفس الوقت، فتدعى السبكترو راديوميتر. هذا النوع من الأجهزة يستخدم في الحقل وفي المختبر أيضا، حيث تضاف قطعة خاصة تحتوي على مصدر الطاقة الصناعية في حال استخدامه داخل المختبر. بشكل مبسط، ما هو مبدأ عمل الراديوميتر؟ إن مبدأ عمل الراديوميتر يعتمد بشكل أساسي على قياس وتخزين الطاقة الكهرومغناطيسية المنعكسة من الأجسام المدروسة، حيث يحصل الراديوميتر على معطيات تدل على الأسلوب الذي تصدر به سطوع معالم الأرض المختلفة من الطاقة الكهرومغناطيسية وتعكسها، ويتم تحليل هذه المعطيات للحصول على معلومات قيد البحث. المرحلتان الأساسيتان في العملية هما الحصول على المعطيات وتحليل المعطيات، وتتألف المرحلة الأولى وهي الحصول على المعطيات من العناصر التالية: مصدر طاقة، انتشار الطاقة عبر الغلاف الجوي، تفاعل الطاقة مع معالم سطح الأرض، استقبال الطاقة من الراديوميتر، وتخزين النتيجة بشكل رقمي. باختصار، يستخدم الراديوميتر لتسجيل التغير في أسلوب إصدار معالم سطح الأرض للطاقة الكهرومغناطيسية وطريقة عكسها لها. أما تحليل المعطيات فيتضمن دراسة المعطيات باستخدام الحاسوب لتحليل المعطيات الرقمية، وتستخدم عادة معطيات مرجعية (reference data) لموارد أو مصادر كانت قد درست سابقا وأصبحت انعكاسياتها معلومة. هذه تساعد في تحليل المعطيات الجديدة، ويستطيع المحلل باستخدام المعطيات المرجعية استخلاص معلومات عن الموارد المختلفة وحالتها من المعطيات التي تم جمعها من الراديوميتر. لنعطي فكرة عن خصائص الحزم أو الباندات الكهرومغناطيسية، تتميز بعض الحزم الضوئية بقدرتها على تمييز ظاهرات معينة. تتميز بعض مجموعات الحزم الضوئية بقدرتها على تمييز ظاهرات بعينها. مثلا حزم الأشعة المرئية الـ Visible Bands
المستخدمة في بيانات الاستشعار عن بعد. اللون الأزرق تستخدم من أجل تمييز المناطق الساحلية، التمييز بين التربة والمناطق الزراعية، التمييز بين أنواع الغابات، تمييز الظاهرات الحضرية. الأخضر يستخدم من أجل تمييز الزراعات الصحيحة أو المضبوطة تماما، تمييزها عن بعضها، الصحيحة من حيث أقصد حالتها الصحية، يكون النبات بشكل صحي. تمييز المزروعات الصحيحة الخالية من الأمراض أو الآفات. أيضا تستخدم في تمييز الظاهرات الحضرية. الأحمر يستخدم من أجل التمييز بين أنواع مختلفة من أنواع التربة، كذلك في حال تمييز الظواهر الجيولوجية، وأيضا يستخدم في تمييز الظواهر الحضرية. حزم الأشعة تحت الحمراء المنعكسة Reflective Infrared Bands. الأشعة تحت الحمراء القريبة هي النوع الأول، وتستخدم من أجل تمييز الكتل النباتية، تمييز أنواع المحاصيل الزراعية، تمييز الحدود بين التربة والزراعات وبين اليابس والماء مثلا. أما الأشعة تحت الحمراء المتوسطة فإنها تستخدم من أجل معرفة كمية الماء في النبات أو دراسة مقدار جفاف النباتات، كذلك أيضا يمكن أن تكون مفيدة في تحليل الحالة الصحية للنباتات، وأيضا تستخدم في التمييز في الصور بين السحاب أو الغيوم وبين الجليد والثلج، كذلك تفيد في التمييز بين الصخور والرسوبيات المختلفة ومعرفة درجة الرطوبة في التربة وفي المزروعات. أما حزم الأشعة تحت الحمراء الحرارية وهي Thermal Bands فتستخدم من أجل الكشف عن الإجهاد في المحاصيل والنبات لأسباب مختلفة، كذلك يفيد في معرفة شدة الحرارة في بقعة معينة بسبب معين. تطبيقات تستخدم في اكتشاف المبيدات الحشرية التي استخدمت مثلا بشكل مفرط أو لوثت منطقة معينة. تستخدم أيضا في حالات التلوث الحراري مثلا كما يحصل عند تسرب نفط من ناقلة بحرية أو من صهريج وغير ذلك. أيضا تفيد في كشف الأنشطة الحرارية سواء كانت الطبيعية كالبراكين أو الصناعية كحرائق الكبيرة داخل المدن مثلا. حزم الأشعة الدقيقة Microwave Bands تعتبر هذه الموجات من أنواع الاستشعار عن بعد النشط أو الفعال، لأن مصدر الطاقة هو نفسه جهاز استشعار كما ذكرنا سابقا. من الأمثلة على هذه البيانات SLIR وهي أنواع من الرادارات SLIR SIR وCSAR، ولدينا أيضا SRTM وهو بيانات رادار مكوك الفضاء ورادار سات، وتستخدم من أجل تمييز المحاصيل والنباتات، تمييز الغابات، التمييز الجيولوجي والتركيبي، تمييز المجاري المائية القديمة. أيضا يفيد في استخراج كيف هو مظاهر سطح الأرض التضاريس. انتهت المحاضرة، شكرا جزيلا.